علي اسبارو مجعيسا دمبئنا الشيغنا ورمقعان ويلانو الدون كان كقدنا نميهو أنا كور علي اسبارو عدتا غينيني نجرينو جيت كان جويري حمر قول لحي اسبارو وقال جرتون ننتوغ وطولد حاج علي كييمت هو قفتا غانا هو جرين انو يهي موكتين مقعان بقو يلانا مالك استعالي قود لاو دوني مينو مالك استعالي قود لاو والله علي قود لاو عدتا غانو إيه مالو كقدنا إيه مالو ما حكي لها مالي أنك مجعيس الدون كبرنا نن إسبار وطالع عدوما براته سحبيالو اسكت دافا كرشا بيالان الشيء جيدا نغا دافا عال إسبار الشيء جيسانا نغا دافا دادان جين كاين هاي نو واحلا الشيء جيدا مينا دان شاك شاك نو دادكو نوغو فعي نو غنان دادكا نالي اسكو ما صوت ديسو وليغا يا الله دادكا أفكادا لوغو ما صوت ديسو واحلا الشيء جيدا مبادا مبا عالي قود لاو مركة نغا لهرا عاو كدب فرنتان ريران عربا ان اسجارسيان ريم غوكرو اي مغليسين ري تردو اي مغليسين ري محاسد واي مغليسين ري غوب واي مغليسين ري تيدان واي مغليسين ري ددون عط ري بطبط الى يكون ديده ري متبان ان هس علي جري ماشي اللي يرادو بير جديد بعضه فرفر جويل الغال دول كما تري كره تردو كبته الا يو دعرو عبد الله دلبي والردمو قندولياي نور فرح بوعو دغر عدل الباح باري الى يكون ديده دايو بوعو كرسياني هلقن ابوري يصومن عبد عقوين عاق بشير نقحي حور ماشا اللي يرادو بولبرتي بوروين فيدو جلالخسي عيال غريالي ورمتري كره واقع بريالي لكن واحد ربا إن على تين لاو وركيس أنا نقدر أفتان نمايو والله ما قعدوا ياشين أو كرامة قعدوا ياشين أو واحد من هاي نتكلم تين ودون كات كجدين وريا يخين كان إلا يقول دري فرم إسبار برقات إلا يو واحد نقد إسبار كرش بوي مرك ما له البعض يقول لاو على يقول لاو وحن شقيس الدمبيان لشيء شب الجير عدد كان عدد شيك شيك تما قعدوا يا لنا أو كرسن ما أو كوسور اسمه أنا قاعد مسابس شب الجير هذا هسوا هذا الشيء كده هذا الشيء جنب لكن هذي ما لهو البلاش شيء هو طوله كستلاقي شيء هو دم كستلاقي شيء هو ما بنام بحلاقي شيء هو فيلم كاسوا واحد جين كده هاي نوادو بس جين كده كتود بس كسوا دستين نغاني سامر كهيران استيدا اللي دينا الدون كوا اللي نكيا خانة عالم كوا يدين سوري هاي دي هيران استيدا هرت ضد كهاد دي موداني رور ما رور هري أي خلاف كدنت ما مول قبلات كبدلان كوا حاجة وهاي وقت غاني نحل جلا بس يسوما maamul kala ka dambeeyo dooxada shabeelo la yiraahdo duunshi koofur galbeed ma jirin jubaland ma jirin galmudug ma jirin kir shabeelo ma jirin hiiraan state budland maamulka ku xigay nasiib wanaag dhowr maray burburtay oo madaxweynayaal yaalad oo baraha bulshada ku jirta wax cusub ma aha abdigaabna ugu horeeyay ninkii madaxweyne hiiraan state ka noqdo madaxweynuhu ku xigayna leed wasiirri baarlamaan leed laakiin farfudayday ku duntay سكس تبعها تو أنا جو برنامج كي جو داري هاي مرة دم ب على إسبار دم بقف لي هيران وشجع إن أنا أركن أنا جو صار لسنا على إسبار إيو واحد إسبار وطالع نمايو فرعك هذا تنتين إذا كبدا خواريش إسكعلية قطب كلامات نمايو أيام هرا وحنك هذا لي مركو دب جيت هوب كهلا سكو كيان لها إن قرح لسكو بلا مرة تببر على دين فرعنا دي لنا مالا لدين قاعد أنا دي لنا شباب كوا عارض أي دليلين أو لو أذاك تأو دنا لو فلسطين معلمان قبل كجدو مريحان بنام بحية ودان إذا ما مال يكو أرور سدان تبى برا يعني ربان إني شو بدر حق خبطان إلى أنتي كشي دي أنتي لا وعابه هو اللي بيرى أنت اللي متين الله ونحرسته شال اللي بقى رح لو بلمية وحليري فريحان معلمها وخيلية لا بقى لو قلي هلا مسيا دكت حاجة مركي جوجا جوجا دكت كل عيس مكت ريران طبعا فلي حنت اسمه موجي معلمان هيران استيدا هذا وانا اللي دين كشوريو ان اللي دنا مصية وعلى الربا على الربا مركينا قادو تحدرتان جدتك حيرتان مين بارك بديسان بارتان كان بديسان انا كمد دالو انا وحيدين شاقو انا من كي شباب كاها هراب شباب تملكي لا كاها ايه شباب معلمان واسكوشو شبناين مريحان لبي اسو قليين adin kana dabcan waa idin ku soo maqayeen goorta iyo goobta iyo meesha ma ogi waxa la rabaa marka inaan dhaha furtaan dhowr mar oo hore aqrahay la isku balamiyay shan degmo iyo dhowr magaalo hiiraan
midan la qarin kuma jirto waxa soo dhana qorshayaal iyo wax oo la balaminayo ee waxa la rabaa marka in ishiinu macalin noqoto waligeey iyo allahay gada qarax ka dhacay ma maqal waligeeyna mareexaan iyo shabaab darasan ma maqal xataa ku caabud wax oo galmudu wax ka dego laakiin waxa igu yaabadne markay maalmahan banaan baxeen aan laba qarax shalay loo galsho u fiirsaadi marka marka nimay haw saasa jirto waa la isku balamiyaa qaraxa dadka lagu aamusiya dadka lagu xanuunjiya shabaab waa mashruuc halis jiro inta waxa dheer maalmaha soo socdo magaalada muqdisho waxa ka bilaaban doona ugaarsi iyo madax jibis dad badan la beegsan doona u badan beelaha xawaadle iyo habargidir u badan qorshaha shabaabka iyo nabad sugidda waa isla meel dhigeen dad badan in la aamusiyaa la rabaa dad badan in madaxa la jibiyaa la rabaa siyaasad aa meeshaan ka jirto hebel iga reeba ka jirto hebel iga aamusiyaa ka jirto ree hebel indhaha ka ridaa ka jirto ree hebel heldoorka ka dilaa ka jirto arrintaas dadkii fululahaa iyo wixiidii xogta sirdoonku ay sheegaysaa ina ree hiiraan iyo ree galgaduud si fiican madax jibiskooda xamar gudaheeda loogu kulul yahay maalmahan dabcan dad kalena waa soo raaci doonaan marka hala fuuljignaado hala taxadiro oo indhaha hala furanimayo waxa waaye wallaahi hal maalin shabaab soomaaliya ma joogay haddii ayna dad lahayn shabaab shaa waxa yaro aad u yaro khawaarijood aragteen tabartooda nimayo marka waxayna ahayn aba laga dhigay waxa lagu leeyahay hubay furteen ciidan ay dileen xaray dhaceen intay u dhaceen diyaaradaha raadinayo diyaarada hal maalin soomaaliya kusoo afjari kartaa khawaarijta joogto dhan kamera dhulka in jirta socoto soo sawiraysa ku xiran meel uu shabaab ku gamba karaa ma jirto ee laakiin howla lagu fulisadaa mashaariic mashruucyo aan dhahay lagu fulisadaa haddii shabaab la waaniyo qof madaxa laga jibiyo male dad shiraa oo la qarxiyo male dad mudaharaada oo la qarxiyo male hadhu waxba lama samayn kara mugta dadku waa is yaqaaniin laakiin hadda wixii dhaco shabaaba samee la dhahaa gacantaa lagugu tusaa lacagaa lagugu daraa hawshaas fulisaa la dhahaa waa la soo daynaa bugmuguku siyaasaa iska sheeganayo saasaa lagu adeegtaa dadaa iskale nimankan ha u malayn inuu iska yimid oo layska bixi waayo ha u malayn hal maalin oo soomaaliya ku kacdo aa la soo afjari karaa laakiin qorshaha laga leeyahay wuxuu yahay in mashruucyo lagu fulsado war reer hiiraan oo indhaha fura war taxadira war is-ilaaliya war waxa waaye in waad ogtihiin mareexaan iyo gada sida loo gala shalay horey ugama dhici jirin iskuma dagaalsanaa jirin mudaaraadkuudaa lagu aamusinayay cilmigaan jabnayn caamada kastaa la yidhi dad badanoo aqligu u saaxiba way ogyihiin dad badanna waxay u maleyaan wax khawaarij la yidhaha inay jiraano ayagu danahooda waxna u dila waxna u qarxiyo howlahooda iska wato ma oga laakiin dowladu inay saaxib leeyihiin wasiiro saaxib la oo jiraan saraakiil ku xiran jirto dad lacaga bixiyaa jiro dad heshiis kula joogaa jiro dad u fududayaa jiro waxaa jiro dad dowladda ka tirsan iyo khawaarijta oo mabda ka midaysanayn laakiin hal qolay isla necbiyin ama hal qofay isla necbiyin in isla dilaan ku midaysa tusaale ahaan qofaa dowladda xilka hayo meel dagan oo isagu xasaanadiisa khawaarijta ku gudbi karo aa waxaa joogo dad u dan leh khawaarijta waxa wuxuu leeyahay barnaamij aan idin haya muxuu yahay waa anaa idin isugu gudbina meesha meesha soo mara waa askarti waxaasaa loo kala tuura hawshooday khawaarijtu fulsanaan khawaarijta marka qofkaas way raadsanayeen kan dowladda ku jiray qofkaana waa isdagaalsanaan laakiin qofkaas dowladda ku jiray shabaabku isku mabda iyo isku fikir ma ahan laakiin hal qadiyado inay waa wadaadaleena ka dhexeyn karto qaabkii wax u wada shaqeeyan waa noocaas marka waxaa jiroo kale nabad sugidoo kale hawl in loo fuliyo shabaabku ku fulisadaanay rabaan shabaabka marka waxay heshiis kula galaan waa idin soo daynaynaa arrintaas oo annagana culays nagu eh adinkana culays idinku eh naga soo afjara jidkaas iyo jidkaas soo mara kaararkaani tuutaan ku soo mara marka barnaamijyo badan oon mabdi'iyan laga midaysanayn laakiin in la hadleya laga midaysan yahaa jiro saasina baasha u fahantaan wa marka oo hoteelada madaxtooyada ku yaal iyo dhaawacyada xawaadiya la galayo kale shabaab iska yimid oo ayadoon la arkin uun dowladu ogeyn meesha iska galay ma waxaa la leeyahay waree mana maqashiin ha meelhebiya meelhebel ka wara